البطولة الوطنية وعجلة البطولة الوطنية إلى الدوران. كنعرفوا أن الفرق الوطنية خلال هذا الموسم كان تسابق كبير نحو انتدابات اللي نتمنى من كل أعماق قلبي أنها تكون يعني صائبة وتكون في المستوى، لأن ما رأينا في الجولة الأولى في مجموعة من الأندية يعني ما شفناش ديك اللمسة ديال هاد الوافدين الجدد خاصة فريق الرجاء الرياضي. نتمنى أنهم يكون غير مسألة ديال التأقلم ويتأقلموا مع الأجواء في قادم الأيام. ما يمكنش نحكموا على البنزرتي في مباراة واحدة، لأن كتعرف أن المجموعة أو التأقلم مع الأجواء كذلك بالنسبة للبنزرتي وبالنسبة للعناصر ديال المجموعة الرجوية يلزم وقت، فنتمنى أن هذا الوقت ما يكونش طويل ويكون قصير والبنزرتي يعني ياخذ الطريق ديالو مع فريق الرجاء الرياضي. البنزرتي مر عبر بوابة فريق الرجاء الرياضي كأول نادي مغربي يشرف عليه في كأس العالم للأندية، وكان حقق نتائج طيبة وكذلك على مستوى البطولة الوطنية، وكان الرجاء في هذا الموسم، هذا الموسم اللي كنشرف فيه البنزرتي على فريق الرجاء، كان وصيف الدوري المغربي وراء فريق المغرب التطواني. البنزرتي مرة كذلك عبر بوابة فريق الوداد وحقق نتائج طيبة. نتمنى أن الأمور هو أنها تمشي في اتجاه صحيح، وأن البنزرتي يعني يوجد طريق ديالو داخل فريق الرجاء الرياضي، وكعرف البيت الرجوي كعرف كذلك كل صغيرة وكبيرة عن فريق الرجاء، أكد الحضور ديالو في البطولة الوطنية سواء مع الرجاء أو مع الوداد، فكيبقى اسم كبير بالنسبة للتدريب وكذلك بالنسبة للفرق الوطنية. فوزي البنزرتي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.